إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أخرج الإمام أحمد في المسند من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والله عز وجل أمر في كتابه المؤمنين أن يتوكلوا عليه، فقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وقال سبحانه وتعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فأمر الله عز وجل المؤمنين بالتوكل عليه وحده لا شريك له لا على غيره، وكل من سوى الله عز وجل لا يجوز لأحد أن يتوكل عليه، ومن توكل على غير الله عز وجل فقد كفر بالله وأشرك بالله، لأن التوكل عبادة أمر الله عز وجل بها في كتابه، وكل ما أمر الله عز وجل به في كتابه أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته فهو عبادة، وما كان عبادة لا يجوز أن يكون إلا لله. أمر الله بالدعاء فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فالدعاء عبادة لا يجوز إلا لله. وأمر الله عز وجل بالطواف فليطوفوا وليطوفوا بالبيت العتيق، الطواف عبادة لا تجوز إلا لله. وأمر الله عز وجل بالركوع فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالركوع عبادة لا يجوز إلا لله، والسجود عبادة لا يجوز إلا لله عز وجل. وكذلك أمر بالصلاة فقال: فصل لربك وانحر. فالصلاة عبادة لا تجوز إلا لله، والنحر عبادة لا يجوز إلا لله. وعموما كل ما أمر الله عز وجل به في الكتاب العظيم القرآن الكريم فهو عبادة، وكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عبادة، وكل ما أمر به المرسلين فهو عبادة، والعبادة لا تجوز إلا لله. أمر الله عز وجل المؤمنين والناس أجمعين أن يتوكلوا عليه لا على غيره، فقال: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قدم الجار والمجرور فأفاد الحصر، كما يقول علماء اللغة العربية: إذا قدم الجار والمجرور في الجملة فإن هذا يفيد الحصر، أي فعلى الله وحده توكلوا لا على غيره سبحانه وتعالى. والتوكل هو صدق اعتماد القلب على الله في جلب المنافع ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. يعني ديناً تتوكل على الله، دنياً تتوكل على الله، تصدق في قلبك باعتمادك على ربك وحده لا شريك له أن يجلب لك الخير ويدفع عنك الضر، حتى في أمور الدنيا وفي أمور الدين تعتمد على الله أن يهديك الصراط المستقيم، لا على شيخ ولا على فكي ولا ورقة ولا محايا ولا غيره، تعتمد على الله عز وجل وحده لا شريك له في أمور الدين. في أمور الدنيا كذلك، في الرزق، في العافية، في الصحة، من العين، من المرض، تعتمد على الله عز وجل وحده لا شريك له، ولا تعتمد على غيره. ومما ينافي التوكل على الله عز وجل ويضاده من كل وجه، حتى أن الإنسان إذا فعل هذا الشيء الذي ينافي التوكل صار مشركا بالله عز وجل، كافرا كفرا أكبر، مخرج من الإسلام، لا يعد من المسلمين،
أن يعتمد الإنسان على الميتين والمقبورين أن يشفوه أو يعافوه، أو يعتمد على الأحياء أن يشفوه ويعافوه ويذهبوا ما به من مرض، أو يجلبوا له الخير من الذرية أو الأولاد أو الصحة أو العافية. من اعتمد على غير الله عز وجل من المخلوقين في ذلك فهو مشرك كافر بالله عز وجل، مخالف لما أمر الله تبارك وتعالى به من التوكل عليه وحده لا شريك له. أي زول شفته يعتمد لا على صاحب قبة ولا صاحب بنية ولا فكي ولا شيخ طريقة ولا نبي من الأنبياء، لا يعتمد إلا على الله في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة. لا تطلب الهداية إلا من الله، لا تطلب المغفرة إلا من الله، لا تطلب العافية إلا من الله، لا تطلب الذرية إلا من الله. من طلب غير الله ومن قصد غير الله كما يفعل المتصوفة فقد كفر وأشرك بالله. وكذلك مما ينافي التوكل الاعتماد على الحجبات والتمائم والودع والكمون، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فقد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الرقى والتمائم والتولة شرك بالله. كل هذا من الشرك بالله، ومن الشرك بالله عز وجل الذي ينافي التوكل الذي يقوله أصحاب الطريقة المرقنية في مدحهم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ليس بمدح في الحقيقة، وإنما هو غلو وتفريط وإفراط ومجاوزة للحد في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما يقول صاحب الطريقة المرغنية في كتاب النور البراق في مدح النبي المصداق. أنا ما أعرف الاسم كده صحيح ولا لا، لكن دي الحروف الفوق كويس، التشكيل خلينا منه كويس. بيقول على النبي عليه الصلاة والسلام: عليك اعتمادي في أموري كلها لتنجيني من شر الأمور وبلوتي. يعني هو قال بيعتمد على النبي عليه الصلاة والسلام في أبيات معناها هذا الألفاظ اللي قلتها لك دي، يعتمد على النبي عليه الصلاة والسلام في أموره كلها، فلم يترك لله عز وجل أمرا يعتمد فيه على الله. والله أمرنا كلنا أن نعتمد عليه وحده لا شريك له في أمورنا كلها سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. فقال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. والذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. فهؤلاء هم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. وهذه الكلمة التي قالها إبراهيم حينما ألقي في النار، فقال حسبي الله ونعم الوكيل، فقال الله للنار كوني بردا وسلاما. حسبي الله ونعم الوكيل دي شنو؟ دي معناتها الله وحده بكفيني، هو نعم الوكيل ونعم الكافي سبحانه وتعالى. فالله الإنسان اللي جعل الله وكيل له وجعله حسبا له، من جعل الله عز وجل وكيله وربه وخالقه فإنه لا يعتمد على الودع ولا على الكمون. الكمون في شبهة بسيطة نجاوب عليها ونختم إن شاء الله. الكمون شفاء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، الموت يعني. الحبة السوداء شفاء وليست أصلا يعني حرز. الشفاء يكون شنو؟ بعد وقوع الداء، يعني إذا أصبت بالملاريا تمشي تطلب شنو؟ حقن بتاعت ملاريا. حقن الملاريا دي لو علقتها قبل الملاريا ما تجيب تحميك؟ ما بتحميك. طيب يقول الملاريا ذاتها جات، الدكتور كتب لك حقن، كتب لك راجمات، خطيتها في جيبك بتحميك؟ ما بتعمل لك حاجة. الحبة السوداء كذلك هو من باب الدواء التجريبي الذي ثبت بالسنة وثبت بالتجربة، دواء شرعي
إذا أصبت بمرض في الحبة السوداء دي تشمها لو عندك حساسية، تشرب الزيت بتاعها، تتمسح بزيتها، المهم تتداوى بها، مش تتغي بها العين. العين لا يكفيكها إلا الله عز وجل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يعني أحفظكم بكلام الله عز وجل التام من شر كل عين ومن شر كل سوء. هكذا يعوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سبطيه، وهكذا علم أمته الأذكار التحصين الشرعي الوارد في السنة، يستعيذ الإنسان بالله وصفاته وبكلماته فيحفظه الله عز وجل من كل داء، ما يعلق لحجاب، ما يعلق لتميمة، ولا يعلق حجاب حتى ولو كان من القرآن. القرآن شفاء لا شك فيه، لكن الله عز وجل الذي أنزل في القرآن أن القرآن شفاء ما علمنا أن نعلقه، ولا فعل ذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث المكذوب الذي يغش به الناس محمد المنتصر لذلك حرز أبو دجانة، هذا حرز موضوع اتفق على أو قال أهل العلم أنه موضوع، كما ذكر ذلك الذهبي في السير وابن كثير في البداية والنهاية والبيهقي في دلائل النبوة، فقالوا حرز أبي دجانة شيء موضوع ما ثابت على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكتب الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذه منقبة وممدحة وخصلة عظيمة في حق النبي عليه الصلاة والسلام تدل على صدقه، لأنه ما قرأ ولا كتب، ولكن أتى بكل هذا العلم العظيم الذي لا يستطيع أن يأتي به أحد من المسلمين ولا غير المسلمين ولا من البشر. ليس لأحد سبيل إلى معرفة هذه العلوم التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام إلا من الوحي، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الكتب السابقة المتقدمة عليه فيعلم بذلك، ولكنه لم يكن يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، وما كتب حجابا ولا تميما. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. وكما كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول: ألا إن خير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. داد إمام دار الهجرة، كل الأمور الشر والفاسدة هي البدع والمحدثات، وخير الأمور في الدين ما كان سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وأقدم محي الدين.